الحمد لله رب العالمين. احد الاهداف بتاعه النادي الاهلي كره الطايره فريق كره الطايره اتحقق النهارده، هو هدف صغير هو الكاس. هدفنا الاكبر طبعا ان شاء الله افريقيا والدوري. عايز اقول لك ان احنا هنقفل الصفحه النهارده، هنسافر ان شاء الله الفجر بولندا نعمل معسكر ان شاء الله لمده 8 9 ايام، ونرجع على طول ان شاء الله للهدف الكبير اللي هو افريقيا، اللي احنا بننظم بطوله ان شاء الله. الف مبروك طبعا للعيبه، عملوا ماتش هايل جميل جدا، نفذوا كل اللي احنا قلنا عليه بالحرف الواحد، خصوصا في الارسالات كانت نقطه قوه لينا. الحمد لله رب العالمين، بشكرهم جدا جدا جدا، والحمد لله ان احنا قدرنا نفرح جمهور النادي الاهلي. انا ما فيش حاجه طلبتها من مجلس الاداره والنشاط الرياضي الا ما الحمد لله اتنفذت. انا بشكرهم جدا على المسانده والدعم دوت لكره الطايره، دايما الحمد لله مشرفين النادي الاهلي، ويا رب دايما في العلالي يعني ان شاء الله.